بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وقائد الغر المحجلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. حياكم الله إخواني المشاهدين الكرام في برنامجكم قصص ومواعظ، نعرض في هذا البرنامج بإذن الله سبحانه وتعالى قصصا من كتاب الله تبارك وتعالى ومن سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك من سيرة أصحابه الأخيار الكرام رضوان الله عز وجل عنهم أجمعين. من هذه المنزلة العظيمة التي جاء الإسلام بالتأكيد عليها والحث عليها، ألا وهي منزلة الصبر. يقول الله عز وجل في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فقد جاء في هذه الآيات الأمر بالصبر والمصابرة، وهي مبالغة بل وتأكيد من الرب تبارك وتعالى، ولذلك جاء الحث الأكيد عن الصبر. قال الله عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال الله سبحانه وتعالى: الذين إذا أصابتهم مصيبة ماذا يقولون؟ يصبرون: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. ثم قال عز وجل: أولئك هم مهتدون. فهم مهتدون إذا أصابتهم هذه الكروب، وإذا أصابتهم هذه اللأواء وهذه يعني مشاق الحياة، أي من حياة أو مرض أو موت أو علة أو خسارة في الأموال أو نقص في الأنفس والثمرات، يلجأون إلى الله عز وجل صابرون محتسبون، يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئ. لذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: اتق الله حيثما كنت، ثم قال: واتبع الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. ثم قال أيضا في حديث آخر: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، كله عند الله عز وجل مقدر فلا مفر منه. المؤمن إذا جاءه بلاء أو شيء من أمور الدنيا فإنه يجب عليه أن يكون صابر، بل هو الواجب عليه. لا يستطيع شيء، جاءه مرض كيف يرد هذا المرض، جاءه بلية حادث مرض مصيبة في نقص في الأموال بلاء فتنة، هو ملزم بأنه يصبر. لكن هناك من يصبر وله الأجر، ومن هناك من يصبر وعليه الوزر. فالذي يتسخط ويفعل ويولول كان عليه الوزر. مرة من المرات مر النبي صلى الله عليه وسلم عند امرأة قد توفي زوجها، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها: اصبري فما عند الله خير وأبقى. ثم قالت هذه المرأة وهي مغضبة في هذا الموطن وهي لم تعرف النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: إليك عني فإنك لم تصب بما أصبت. ثم قال عليه الصلاة والسلام: نعم إذا. ثم ذهب، فلما ذهب عليه الصلاة والسلام جاءها الناس فقالوا لها: ألم تعلمين أن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت تعتذر: والله إني لم أعرفك يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. في أول صدمة يجب أن تصبر، لا أن بعدها بأيام تقول أنا صبرت، لا، بل أن تحتسب من أول صدمة لك تكون صابرا محتسبا. فاصل إخواني الكرام ونواصل، فكونوا معنا. حياكم الله إخواني المشاهدين الكرام، رجعنا لكم بعد الفاصل. منازل الصبر عظيمة، إما أن تكون صبر على طاعة الله عز وجل، وإما أن تكون صبر عن معاصي الله، وإما أن تكون صبر عن أقدار الله المؤلمة. الصبر على طاعة الله: تصبر نفسك كما قال عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه.
تريد طاعة الله عز وجل فاصبر نفسك مع هؤلاء الصالحين في الصلاة، تخرج من الليل البارد وتتوضأ وتذهب إلى خطاك إلى المسجد في صلاة الفجر صابرا لكل العوامل وتذهب طاعة لله عز وجل، تخرج أموالك التي هي أحب إليك لتبذلها في سبيل الله طاعة لله سبحانه وتعالى. هكذا جميع العبادات تمشي على هذا المنوال. الصبر الثاني وهو الصبر عن معاصي الله عز وجل، فتصبر فلا تقع في كل حرام ولا في كل موبقة، فتبتعد أشد البعد عن معاصي الله وعن محارم الله عز وجل. جاء في الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار قال بالشهوات. كيف تحف الجنة؟ شيء تكره، تقوم من الليل تصلي، تبذل الأموال، لك مواقيت معينة تعطي، تتحاكم إلى شرع الله عز وجل، قد الأنفس لا تريد ذلك، لكن حينما تجبرها وتصبر فإن الجنة سلعتها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. الثاني قوله عليه الصلاة والسلام: وحفت النار بالشهوات، تشتهيه الأنفس، قد الأنفس تحب الحرام، تتلذذ بالحرام، فطريقه سالك، تقول هل من مزيد، فيبتدئ الناس ويذهبون إلى هذه المعاصي التي قد زين لهم الشيطان وأغواهم ووسوس لهم وزين لهم حتى ذهبوا إلى تلك المعاصي فوقعوا فيها والعياذ بالله، فكانوا في الحرام والعياذ بالله. وأما النوع الثالث من أنواع الصبر ألا وهو الصبر على أقدار الله المؤلمة، تصيبك مصيبة من مصائب الدنيا من مرض أو نقص في الأموال والأنفس والثمرات، فتكون صابرا محتسبا عند الله عز وجل. وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، قال: لقد وجدنا خير عيشنا في الصبر، لأننا صابرون محتسبون، نرجو ما عند الله سبحانه وتعالى، نريد ثواب الله عز وجل، بل إن معية الله عز وجل للصابرين، إذ قال عز وجل: إن الله مع الصابرين، بل محبته سبحانه وتعالى للصابرين، إن الله يحب الصابرين. فهذه المنازل العظيمة لأهل التقى أن يتقوا الله عز وجل ويخافوه عز وجل، ويكون صبرهم كله طاعة وامتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى، حتى يوفقهم الله عز وجل للدرجات العالية، وهي من ثمرات الجنة أن الله عز وجل يعطيهم الأجور العظيمة حينما يلقون الرب تبارك وتعالى في الآخرة. وبعد هذا السرد الذي جاء في كتاب الله عز وجل وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فلقد ذكر الله عز وجل في الصبر أكثر من 90 موضعا في كتابه عز وجل كما نقل ذلك الإمام أحمد، وقيل: الصبر كاسمه مر مذاقه ولكن عواقبه أحلى من العسل. وأما ثمرات الصبر فهي كثيرة، يقول ربنا تبارك وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إذن لا يوجد عندهم حساب، بل الله عز وجل يعطيهم أجورا عظيمة، فهم صابرون محتسبون ما عند الله عز وجل. فهذه من أعظم الثمرات، يوفيهم الرب تبارك وتعالى في الآخرة إذا صبروا ابتغاء وجه الله عز وجل، لا أن جعلوا أنفسهم بعد التسخط أو بعض الملل، بل جعلوا ذلك في أول أمر أنهم صبروا على طاعة الله سبحانه وتعالى رجاء ثواب الله سبحانه، لا يريدون إلا وجهه جل وعلا.
هكذا يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. جعلني الله وإياكم من الصابرين، إنه سبحانه وتعالى سميع قريب مجيب الدعوات. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.